عندما تتعدد الطرق، تتباين الطرق، المرجعية الوحيدة هي لأهل البيت فقط، لماذا؟ لأنهم معصومون، العصمة يعني أن الطرق الطريق الذي يسلكه المعصوم هو الحق، الذي يناقض طريق الحق ما هو؟ هل يمكن ان يكون هنالك حق وحق عند التناقض؟ ابدا لا يمكن ان يكون هنالك حق وحق. القران الكريم يقول: فماذا بعد الحق الا الضلال، وراء الحق ماكو حق اخر، وراء الحق هو الضلال، لا يمكن ان نقول هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، كما يقول كثير من المسلمين. يمكن واحد يقول النبي اجتهد وأبو لهب اجتهد ممكن اجتهد النبي حق إذا النبي حق فأبو لهب باطل إذا طريق النبي حق فطريق أبو لهب وأبو جهل باطل أنتم لاحظوا هذه الآية بالقرآن احنا نعتقد أن القرآن معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا معنى العصمة عصمة القرآن إذا شين ناقض القرآن هل يمكن أن نقول هذا اجتهاد وهذا اجتهاد كل ما ناقض كتاب الله في رواياتنا فهو باطل فهو زخرف اضربوا به عرض الجدار إذا علي كان معصوما صلوات الله عليه يعني يمثل الحق يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذن معاوية شنو؟ ما يمكن ان تقولوا اجتهاد هذا هذا باطل علي اذا كان معصوما فهو الحق ومعاويه الذي حاربه فهو الباطل اكو هنالك مذهب مذهب المصوبه يقول علي صواب ومعاويه صواب احنا عندنا التصويب في عالم التكوين يعني واحد يقول في علم الفلك أن الأبعاد متناهية واحد يقول لا الأبعاد مو متناهية هل يمكن أن يكون هذا حقا وذلك حقا؟ لا تخطئ إحنا قائلون بالتخطئ ولا نقول بالتصويب إذا واحد قال الجزء الذي يتجزأ موجود واحد قال الجزء الذي يتجزأ مو موجود هل أنتم قائلون بالتخطئ أو التصويب في عالم التكوين؟ قطعا واحد منهم خطأ ما يمكن يكون كلاهما حقا مرة أنتم لا تعلمون الطريق دققوا في هذه النقطة مرة واحد ما يعرف الطريق هنا يلجأ إلى الطرق الظاهرية نقول هذا اجتهاد هذا ما اجتهاد أنتم عندكم مريض لا سمح الله ما تعرفون الواقع الواقع مجهول لكم ماذا تعملون تلجأون إلى الطرق الظاهرية الطريق الظاهر يعني هذا الطبيب وهذا الطبيب هذا الطبيب يقول اعمل كذا وذاك الطبيب يقول اعمل كذا انت ما عندك طريق إلى الواقع انت مجبور اما ان تعمل بقول هذا الطبيب او بهذا الطبيب ولكن عندما وصلت الى الواقع والى الحقيقه ورايت الحقيقه امامك هذا هو الحق وغيره باطل مو اجتهاد باطل